التنسيق أمس. وإلى اليمن، حيث في تعز بعد أن أطلقت قوة الأمن الرصاص بعمليات القصف التي شهدتها المدينة الليلة 47 جريحا، في حين شهدت العاصمة قذيفة حيث تدور معارك بين الجيش اليمني وتنظيم القاعدة. حاشد في حديث خاص لفرانس 24 اتهم تنظيم القاعدة إلى اليمن من أجل المقابلة الخاصة أجرتها تاتيانا مسعد ونور الدين علي عبد الله الصالح. ونحن طرف، ما هوش حاكم، طرفي من 70 بالفلوس وبالمغريات. علي عبد الله صالح أوجد القاعدة، يعني يمص الحليب من البقرة. ما فيش قاعدة كان في اليمن لو، وأكبر دليل الذي هربوا من حضرموت 16 واحد منهم بقيوا في الفلل الذي تتبع القصر الجمهوري في الصافية أكثر من أسبوعين. بسم الله الرحمن، يتوكل على الله، وإحنا معه، إحنا وياه وأولاده وأولاد أخوه. يلا، ما عندي مانع من أجل هذا البلد والأرض هذه والشعب اليمني، ما عندي أي مانع. وأنا ذا بنعلنها للملأ عبركم عبر 20 الفرنسية. ومن اليمن ينضم إلينا هشام الزيادي، وهو عضو في اللجنة الإعلامية لساحة التغيير. لو تنقل لنا بداية. نعم، أمس البارحة لم نستطع الأجواء اليمنية أمس كانت تلتهب من شدة القصف اللي كانت تقدمنا فيها المتظاهرين قوات العائلة التي هي قوات، والكل يعرف كم عدد القتلى كم عدد الجرحى الذين أيضا يسقطون. وصلتم إلى حصيلة عن عدد إلى حد الآن لم تصل وزوجها من جريح والقتلى. تضاربت الأنباء بشأنهم، الذين يقولون أنه وصلوا إلى 5 أو 6 في تعز، أما في صنعاء لم تصل المعلومات حتى الآن بسبب صعوبة الوضع في الحصبة، لأن الآن بالأمس كان القصف عنيف جدا على منطقة الحصبة وكذلك على المناطق المحيطة في ساحة تغيير صنعاء. نعم، طيب انتقل معك إلى تصريحات يعني الأحمر، اتهم صالح بإدخال القاعدة إلى اليمن من أجل الحصول على مساعدات سيما بعد أن طالبت الولايات المتحدة مرارا وتكرارا بتنحي صالح عن السلطة. نعم، القاعدة موجودة في اليمن لكن بشكل ليحصد الكثير من الدعم ويجعل اليمن كحصال قاتية المساعدات بسبب ما يسمى بمكافحة الإرهاب. اليمن نعم موجود فيها القاعدة لكن ليس بالقدر الذي يهول فيه علي عبد الله صالح، بل جعل منها يعني أصبح يديرها من صنعاء، وبحيث كان يلقي القبض على كثير من القادة ويفرج عنهم، يدل ذلك على وجود تعاون وثيق بينه وبين القاعدة. نعم، شكرا جزيلا لك هشام الزيادي، عضو في اللجنة الإعلامية لساحة التغيير، كنت معنا من صنعاء.